متأكد أنه هالشارع السياسي هذا نعم فيه تيار يحول دون وجود أرضية مشتركة للنضال، ما هي وطالما أن أركان هذا الشعب، التيار؟ نعم حسين مما عفوا، يتكون تيار الاستئصال هذا؟ هو نخبة سياسية، نخبة فكرية، نخبة أكاديمية. هذه النخبة يعني اللي تمثل كما قلت لك هالتيار الإلغائي هذا، ترفض للأسف الشديد أنها تخلع هالثوب نتاع الطلائعية، هالثوب نتاع الرسولية والوصاية اللي تمارس فيها قسرا على البلاد وعلى العباد منذ عقود. هي اليوم ترفض أنها تقطع مع مشروع الإقصاء، ومشروع أنه اللعبة الديمقراطية ما نؤمن بها إلا إذا لم ينخرط فيها طرف سياسي معين. الفكر أو التيار هذا اللي يسعى بكل وسائل مهما كانت قذارتها، نعم على فكرة وقت تبع كل الوسائل القاضية لإلغاء الآخر الفكري أو السياسي أو إسكاته أو إقصائه، ولو كان الآخر هذا يمثل نبض الشارع أو يمثل شريحة واسعة من الشارع، كان يعبر على آمال أو آلام شريحة من الشارع، وينال ثقة كبيرة، ونال ثقة برشا توانسة في مواعيد ومحطات يعني انتخابية كبيرة. هذا الكل لا يعني الفكر الإقصائي المتخلف هذا كان سبب خراب هذا الوطن منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، هو السبب الرئيسي للتخلف اللي عايشين اليوم، هو بامتلاكه معناها لها العقلية الإلغائية الإقصائية منع تونس من اللي تمتلك كل مقومات النهوض، منعها من النهوض. كان كارثة حقيقية على مجتمعنا منذ الاستقلال إلى يومنا، إلى يومنا هذا. عمق موجات الإحقاد والكراهية في في المجتمع الإعلام، التونسي، رسخ ساحات الفساد والإفساد، كان سبب في الاعتداء على الحريات وعلى الحقوق ونشر المظالم، كان سبب في معناها تمتر منظومة القمع والاستبداد، لأنه في كل مرة فقط لأنه رافض وجود تيار سياسي معين، خلينا نسموه اللي يعتبروه هما التيار الأصولي الظلامي، اللي خلينا نزيد وضحه أكثر اللي هما الإسلاميين، طالما هذا التيار رافض تماما وجود هالفصيل السياسي هذا، هو كان منذ البداية قلت لك منذ عهد بورقيبة مستعد أنه يتحالف مع الشيطان حتى لا يكون لهذا التيار وجود في المشهد السياسي. من عهد بن علي وبعهد بورقيبة، وقت اللي حسوا التيار الاستئصالي هذا بخطورة الطبقة النخبة الإسلامية أو الحزب الإسلامي في مكون تونس، المكون تنادت، هذا مكون سياسي وهو مكون اجتماعي، نعم تنادت معناها غالبية فصائل اليسار في تونس بالمستقلين بتاعه في نقاشات علنية، في نتذكر مع حتى في مجلة فايزة مع فتوحات. تنسيب ثم أطراف يسارية غير نعم إحصائية وطنية. قلت لك مجموعة كبيرة من اليسار، ما قلتش اليسار كله، بالعكس، وهنا نشوفوا في اليسار اليوم كيفاش متحالف مع الإسلاميين وفي جبهة واحدة. دونك بداوا يتنادوا كما قلت لك حتى من خلال مجلة أطروحات لو تتفكرها، أو في بعض الصحف المعروفة الأخرى، بضرورة الالتحاق إلى صفوف الحزب الحاكم. تصور انت من وقتها قرر انه ثم تيار اسلامي قاعد يزحف ومخيف نعم بالنسبه لهم، حجمه مخيف بالنسبه لهم، فلا بد من انه نجري ونلتحقه بصفوف الحزب الحاكم، حتى لو كان مستبد، حتى لو كان يحمل فكر ديكتاتوري وفكر اوتوقراطي، ماهوش مشكله. المهم يقضي على الخصم السياسي لا بد وعلى ان نتصدى ظهر هذه الدابة سياسيا السوداء بالضبط. يستمر هذا لهنا الانقلاب. جيد. ما عادش عندنا حتى معناها ما عادش عندنا حتى حاجة نجموا نبرروا بها ما صار اليوم في تونس، واللي صار قبل واللي صاير اليوم واللي ممكن يصير اليوم، إلا هالتيار الاستئصالي هذا اللي مستعد كما قلت لك يتحالف مع الشيطان في سبيل أنه الحزب هذا اليوم. أنا قاعد ندرس باش ندخل في جبهة مع النهضة، تخلصنا من قيس سعيد، أوكي، شنو بعد قيس سعيد؟ النهضة باش ترجع، النهضة ما زالت موجودة، ما زالت قوية، دونك خلي نستنى أنا شوية، ما يسالش،
خلينا نزيد نستنى شوي، خلينا نزيد نأبد شوية منظومة الاستبداد هذه ومنظومة الائتلاف، المفيد نلقى نقضي على الخصم. فإذا نعم اعذرني ادير كلمة مع سي منصف لاكثر تفاصيل هذا مقالك بصحيفة الرأي العام لسيد مشاهدي العدد الجديد للرأي العام. هاول المقالة من الاستقلال الى الثورة، تيار الاستئصال، جوهر الأزمة السياسية في تونس. هذا مقال الزميلة وظيفتنا فايزة نصر، يمكن اطلاع اكثر وعديد العناوين الاخرى في الرأي.